مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وحلقة جديدة من مصر جميلة على الهواء مباشرة. كلها ساعات قليلة ونستقبل عام جديد ونودع عام مضى بكل ما فيه. يا رب يكون العام القادم كده مليء بالحب والسعادة وتحقيق كل الأمنيات. كل سنة وحضرتكم بألف خير. هقول لكم النهاردة فقراتنا إيه، لكن الأول هنتعرف على بعض الأخبار الخفيفة والسريعة ليوم 31 ديسمبر 2023. الخبر الأول اللي معايا، المتحف المصري الكبير انتهاء الإنشاءات وتجهيزات القاعات بنسبة 100%. كشف الدكتور عيسى زيدان المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير عن انتهاء جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية وتجهيزات العرض المتحفي بنسبة 100% داخل القاعات الرئيسية، والتي تبدأ من عصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني. وأوضح الدكتور عيسى زيدان أنه تم وضع القطع الأثرية داخل قاعات العرض الرئيسية المقسمة إلى آثار ثقيلة ومتوسطة وصغيرة، كما تم تثبيت الآثار الثقيلة على القواعد المخصصة لها، وتم الانتهاء من سيناريو العرض داخل 67 فاترينة عرض من إجمالي 159 فاترينة. وطبقا للجدول الزمني سيتم الانتهاء من العمل داخل قاعات العرض الرئيسية وعددها 12 قاعة طبقا لسيناريو العرض المتحفي الحديث. الخبر الثاني، ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم. تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم، والتي ولدت في 31 ديسمبر 1898 بقرية طماي الزهيرة التابعة لمركز السمبلوين في محافظة الدقهلية، وكانت حياتها الفنية مليئة بالأعمال المميزة. اسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي. بدأت الغناء وهي طفلة صغيرة مع والدها في الموالد والأفراح، وفي عام 1922 انتقلت إلى القاهرة وكونت أول تخت موسيقي لها في عام 1926. كانت نقطة انطلاقها عندما تعرفت على الشاعر أحمد رامي ثم الملحن محمد الأصبجي، وفي عام 1928 أصدرت مونولوج أنا كنت أسامح وأنسى الأسية، والذي حقق لها شهرة كبيرة لتشارك بصوتها في فيلم أولاد الذوات عام 1932. ثم التحقت بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934، وهي أول فنانة دخلت الإذاعة وشاركت في عدة أفلام، ثم تفرغت بعدها للغناء فقط. ومن أهم الأغاني أنت عمري، الأطلال، حب إيه، ألف ليلة وليلة، وللصبر حدود. وقامت بغناء العديد من الأغنيات الوطنية، وفي فترة السبعينيات عانت من التهاب الكلى، حيث سافرت إلى لندن للعلاج حتى وافتها المنية يوم 3 فبراير عام 1975. ده الخبر الثاني. نروح للخبر الثالث، حصاد الأعلى للثقافة 2023، تدشين 3000 ندوة و2700 فاعلية بالقومي لثقافة الطفل. أعلن المجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة عن حصاد عام 2023 وإقامة أكثر من 3000 ندوة ونشاط بالمجلس، وتكريم الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير. كما نظم المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة 2700 فاعلية تضمنت الورش الفنية والحكي والتفاعلية وعدة مبادرات قومية وملتقى الأرجوز والعرائس التقليدية الخامس، إضافة إلى الدورات التدريبية وتنفيذ 52 نشاطا لذوي القدرات الخاصة. الخبر التالي، الأقصر تشهد تحليق 60 رحلة بالون تقل 1500 سائح ليلة رأس السنة الجديدة. حلقت في سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر صباح اليوم الأحد 60 رحلة بالون طائر
أقلت على متنها أكثر من 1500 سائح من حول العالم للاستمتاع بالمشاهد من أعلى، وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي في ليلة رأس السنة الجديدة، وذلك تحت إشراف الملاح زكريا عبد العظيم مدير أرض مطار البالون بالأقصر. وتكون مدة الرحلة من حوالي 20 إلى 40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرمسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى. كده نكون خلصنا أهم الأخبار الخفيفة والسريعة ليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023. هقول لكم عن فقراتنا النهاردة. فقرة هيكون معنا، طبعا احنا بنستقبل سنة جديدة، هيكون معنا فقرة عن الفن. طبعا كلنا كده فاكرين الطفل الشقي، طفل كريم اللي كان موجود طلع بدور كريم مع عادل إمام ومع لبلبة، وكمان كان طالع في فيلم طبعا كريم ده كان في مبروك جالك ولد مع محمود عبد العزيز ونيلي، وكمان هنفتكره في كريم دور كريم اللي هو كان طالع في عصابة حمادة وتوتو. هيكون معانا الفنان شريف محسن، ده فقرة. أما الفقرة التانية هيكون طبعا مع استقبال لسنة جديدة، دايما كده بيكون عندنا نفسنا حد يقول لنا أي حاجة كده، يعني توقعاته للسنة الجديدة سواء على الصعيد العاطفي المادي الاجتماعي. هيكون طبعا معانا فقرة عن الأبراج، وهنقول أهم توقعات الأبراج لكل الأبراج الموجودة لسنة 2024. لكن قبل ما نبتدي فقراتنا النهاردة في مصر جميلة، نطلع لفاصل ونرجع مع حضراتكم لأولى فقراتنا النهاردة في مصر جميلة. ورجعنا لكم تاني مع فناننا النهاردة اللي رسم البسمة والسعادة على الوجوه بأدواره الجميلة، يعني من هو لسه طفل صغير دوره في دور عمرو مع محمود عبد العزيز ونيلي في مبروك جالك ولد، وبعدها وهو كمان طفل لسه مع عادل إمام ولبلبة في عصابة حمادة وتوتو ودور كريم، ولما بقى في فترة المراهقة دور نينو في مسلسل رأفت الهجان، وهو فترة الشباب كمان دوره الجميل في ونيس وزكاروتا، طبعا كلنا فاكرين الدور الجميل ده. معنا النهاردة ويسعدنا يكون معنا النهاردة الفنان الجميل شريف محسن. أهلا بيك. أهلا بيك. مبسوطة يعني أنا افتكرت إن إحنا وأنا داخلة كده افتكرت إن أنا بشوفك بس فكرتني بقى إن إحنا زمايل أساسا في كلية علاج. يعني أنت حضرت معايا فترة تنين وكان وقت بالزبط. التصوير وكانت كان اول طفوله كليه، بس خليتني كده كده اعتقدت ان انا كل الخلفيه اللي عندي لا. التلفزيون لا طلع انا زملاء يعني. طبعا اهلا بيك منور الدنيا. كل سنه وانت طيب ومتحرك طيب ربنا يخليك. قول لي كده البدايات بقى، يعني كليه كنت بشوفك بس حته بقى وانت طفل لسه قبلها كنت بتمثل، البدايات كانت جايه ازاي؟ ما هي يعني الكليه كانت مرحله اللي هي مرحله ثانيه يمكن في حياتي، كانت المرحله الاولانيه كانت مرحله الطفوله اللي هي بدات من خلال كان مسلسل مبروك جالك ولد مع الفنانه نيلي وسام محمد عبد العزيز، واشتغلت كتير بقى وانا صغير يعني عملت كمان مع استاذ محمد عبد العزيز يعني فيلم، كان معانا فنان وما كناش حاسين بيه. شفتي بقى كان تزوير في اوراق رسميه، كنت عامل ايمان البحر درويش وهو صغير. انت عارف تاني الفيلم بتاع ايمان بقى تزوير في اوراق رسميه يعني. وعملت فيلم اسمه سطوح مع الفنانه بوسي والفنان فريد شوقي، يعني كانت فتره بصراحه فتره الطفوله كانت فتره دسمة يعني اشتغلت كتير فيها قوي يعني. طب ما اتجهتش ليه لدراسه بقى معهد السينما مثلا فنون مسرحيه؟ دخلت اعلام؟ انا كان عندي الفكرين دولت فعلا ان اخش ده او ده، بس انا قلت انا عايز اتعامل مع الفن دايما على انه هوايه بالنسبه لي يعني. مش عايز يبقى هو ده شغلتي الاساسيه. فاخترت حاجه اللي هو الاعلام اللي هو حاجه قريبه الى حد ما من الفن يعني. وقلت بعد ما اخلص الجامعه انا هبدا اتقدم لمعهد فنون مسرحيه، وده اللي حصل فعلا. قدمت 3 مرات بعد خلصت الجامعه بس سقطت فيهم 3 مرات يعني ما قبلنيش في المعهد. بس كده كده برضو الموهبه هي اللي بتفرض نفسها بقى، يعني هي كده الموهبه اللي عندك هي اللي فرضت نفسها ايا يعني كان. والله طبعا بص هي الدراسه طبعا مهمه يعني لما بقى الاثنين مع بعض ده يبقى شيء كويس ويبقى شيء قيم قوي لاي فنان يعني. لكن انا يمكن الحمد لله يمكن الموهبه كانت موجوده،
اللي عوضني جزء كبير قوي انا شغلي مع الاستاذ محمد صبحي. يعني سبحان الله يمكن كان بعد ما فشلت 3 سنين ان انا اخش المعهد. انت في الفرقه بتاعته، فرقه بالظبط، فجالي بقى النصيب ان انا فعلا اشتغل مع الاستاذ محمد صبحي. بس قبل ما تاخدنا بقى للفتره دي، ده فتره مؤخره، انا عايز اقول الفتره اللي قبل كده، يعني دورك في نينو رأفت الحجان ده، الدور ده طبعا تعامل مع فنان كبير عملاق محمود عبد العزيز طبعا، وطبعا الفنانه ايمان الصدوخي. كان ازاي التعامل، وكنت حاسس بنفسك ازاي وانت بتتعامل مع عمالقه كده؟ خلينا نتفق، المسلسل بصراحه ده من الحاجات اللي خدمتني يعني، وخدمت اي حد اشتغل فيه، ان المسلسل نفسه كان ناجح نجاح غير طبيعي يعني، ولغايه دلوقتي يعني، لغايه دلوقتي لما بيتذاع كميه مشاهده غير طبيعيه، واعمار مختلفه. انا بلاقي الشباب الصغيرين 13 و14 سنه بيتفرجوا على المسلسل ومبسوطين وبيتابعوا الاجزاء كلها بتاعته يعني. فهو نجاح المسلسل فعلا كان جزء كبير قوي من يعني، انا كنت جزء صغير من المسلسل يعني. فانا طبعا استاذ محمود عبد العزيز، اول حاجه طبعا الاستاذ يحيى العالمي رحمه الله طبعاً عليه يعني، اللي هو اختارني للدور، وده عشان كنت اشتغلت معاه وانا صغير وكان عارفني، وجي الاختيار بصدفه والله. انا كنت قعدت فتره انقطعت عن الشغل بسبب الثانويه عامه والدراسه وكده، فقابلته في المكتب في التلفزيون هنا برضه، فقال لي انت كبرت وشكلك اتغير. كان عمل الجزء الاول رأفت الهجان، وكان مجهز الجزء الثاني بس، فقال لي طب سيب لي تليفونك وكده وهكلمك. طيب محتاجين بقى كده شريف كده نطلع بقى يعني نذكر كده مشاهدينا برأفت الهجان ودور نينو، الدور الجميل ده اللي هو الشاب اللي لسه كده في فتره المراهقه. نطلع نشوف مع بعض. رجعنا لكم تاني وبنجدد الترحيب بالفنان شريف محسن. شريف كده قول لي بقى علاقتك بالفنانه ايمان الطوخي، لان كده سمع ان كان في يعني علاقه جميله ما بينكم. ايمان فنانه محترمه وفنانه جميله فعلا يعني، صوت جميل كمان قوي قوي بصراحه، ويعني هي كانت اكتشاف يعني، كانت بتمثل من قبل رأفت الهجان، بس في رأفت الهجان كانت حاجه مختلفه خالص يعني، فعلا دور عمرها زي ما بيقول يعني. هي كانت صديقه لبنت عمتي، كانت معاها في الجامعه، كنت بقابلها وانا صغير، كانت تقول لي حتى مش هتاخدني معاك امثل، لان انا كنت ساعتها بقى انا بمثل، وكانت يعني هي كانت بتقول لك مش هتاخدني معاك امثل، هتاخدني معاك امثل. فلما قابلتها بقى شوف اديكي بقى شوفي اتقابلنا اهو ومثلنا مع بعض يعني. جميل جميل. طيب فتره بقى كمان عادل امام، وانت بتتعامل بقى مع عملاق كده يعني عادل امام، طبعا كنت حاسس ايه وانت مع عادل امام بتمثل قدامه؟ بص يمكن كنت محظوظ الحمد لله بجد ان اشتغلت فعلا مع الاسماء الكبيره اللي انت بتتكلمي عنها بتقولي عنها دلوقتي يعني. هو جه استاذ عادل حتى كان هو اللي اختارني يعني، وكانت حاجه، انا طبعا كنت صغير، كنت بقى اشتغل، كنت بصور مبروك جالك ولد، فهو كان بيصور في استوديو الاهرام جنبنا، فهو جه، كنت انا في اوضه المكياج، فجه وقال لي انا شفت شغلك، اتفرجت على شغلك ومبسوط بيك قوي، وعايزك تبقى معايا، بجهز فيلم دخله بعد الفيلم ده، وعايزك تيجي تشتغل معايا فيه يعني. بس فكان هو اللي اختارني، هو اللي قال لي انا، حتى بعد الاخر يوم قال لي تعالى عدي عليا في الاستوديو، عديت عليه حتى، وكان اكل سمك، كان بريك عندهم يعني. جميل الناس الكبيره دي اللي هي عارفه قيمه نفسها، وبالتالي هي بتبقى سبورت فعلا لسه طالع يعني. جدا جدا، هو بيبقى شايف دايما، عشان هو نجاحه دايما بيبقى من الناس اللي حواليه يعني. هو بيبقى عارف ان هو اي نجم بيبقى عارف ان نجاحه مش لوحده، هو بينجح علشان الكرو طبعا، كل ما بيبقى نجاح بني ادم لوحده طبعا، كل ما الناس اللي حواليه منورين، خصوصا في الفن كمان بالذات يعني، هم هيخدموا العمل ككل، اللي هو في الاول في الاخر بينتسب للنجم يعني. نروح بقى كده، محتاجين نفكر الناس كده بدورك كريم في عصابة حمادة وتوتو، ونشوف دوره في كريم، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. رجعنا لكم تاني مع الفنان شريف محسن، صديقي ويعني عشره عمر، وكمان افتكرت بقى ان انا لسه بقول لك احنا كمان مثلنا يعني، حد ما تقولي كده ما مثلتيش، كملتي معايا. منورني، ربنا يخليك. قول لي بقى كده انت استفدت ايه، وايه اللي استفدته من تعامل بقى ناس كبار زي دول، محمود عبد العزيز، عادل امام، نيلي لبلبه، زي ناس عمالقه زي دول، ايه اكسبتك التعامل معاهم مثلا؟
والله بس يمكن عشان بدأت معهم وأنا صغير يعني، فزي ما بتقولي اتربيت على الناس دي، على طباعها وعلى سلوكها. يعني أنا أكتر حاجة كنت بلاحظها في النجوم دي فعلا إن هم مبقوش نجوم من فراغ يعني. هم احترموا نفسهم، احترموا جمهورهم، احترموا المهنة اللي هم بيشتغلوها، فبقى طبيعي يبقوا نجوم يعني. فدي اكتر حاجه بجد، ان فعلا تحترم المهنه اللي انت بتشتغليها، تعرفي ايه اللي بتقدميه وايه اللي انت بتشتغليه وايه اللي مطلوب منك تعمليه، علشان يعني دي مسؤوليه كبيره قوي. انا شايف الفنان ده مسؤول مسؤوليه كبيره قوي يعني. طب مرحله بقى انك بقيت عضو في فرقه محمد صبحي، تمام، المرحله دي دخلتها ازاي؟ يعني هل مثلا الجميل محمد صبحي شافك واقتنع بيك وقال لك انضم معايا؟ جت ازاي هي؟ والله بص، بدات ولا من يوميات ونيس؟ لا من ونيس. انا كان ونيس، انا كان اشتراكي مع الاستاذ صبحي كان في اخر ثلاث حلقات في الجزء الثالث، وكان خلاص المسلسل هيتقفل يعني، ما كانش هيتعمل جزء ثاني، كانوا كبروا بقى وعمل بقى جد وكده. فطبعا عشان المسلسل كان جماهيريا محقق نجاح كبير قوي، فاستمروا بقى في بقيه الاجزاء. اشتغلت معاه، ومنها كان للمسرح بعد كده يعني، كان في فتره مسرح مع الاستاذ صبحي، يمكن حتى ما كانش ادوار كبيره، بس فعلا هو ده يعني، ده المسرح هو المدرسه فعلا اللي انا اتعلمت فيها من الاستاذ. حبيت المسرح اكتر من جدا سايمه جدا؟ لا يعني مش اكتر من حاجه. التلفزيون عموما لا مش اكتر من حاجه، مفيش حاجه بتبقى اكتر من حاجه. بس هو انا دايما المسرح كنت حتى اقول ايه ده، انا اروح كل يوم نقعد نقول نفس الكلام ونعيده هو كل يوم. بس لا، انت بتلاقي متعه مختلفه جدا في المسرح، لان الجمهور بيختلف كل يوم، فده بيعمل لك متعه ان تشوفي ناس مختلفه دايما، اكنك كل يوم بتقعدي مع ناس جديده مختلفه. صحيح. بتقول لهم كلام جديد وبتحكي لهم حكايات جديده يعني. انت مفيش مبروك جالك ولد، ده كان مسلسل برضو، كان مسلسل سباعيه يعني، هم كله فيديو، مفيش سينما. كان سينما وانا صغير، كان عصابه حماده وتوتو، كان فيلم السطوح، تزوير في اوراق رسميه. لما كبرت اشتغلت مع الاستاذه كامله ابو ذكري في ملك وكتابه، واشتغلت معاه فيلم 1-0 برضه يعني، دي من الفترات القيمه في حياتي جدا يعني. الاستاذه كامل طبعا من الناس العظماء في مجال الاخراج بجد يعني. اكتر مخرج كده اثر فيك يعني، ادك كده تعليمات معينه اثرت في الفنان شريف محسن؟ هو يعني بس صعب تحددي حاجه معينه، بس هو كل واحد فعلا، لان كل مخرج هو مدرسه قايمه بذاته يعني. فكل مخرج بيبقى ليه طريقه خاصه وليه نظام خاص. يعني استاذ يحيى مثلا كان هادي جدا، وكان يقعد يفكر كده في المشهد قبل ما يشتغل، ويديك حتى النصيحه بشكل هادي قوي يعني. الاستاذ صبحي برضو عشان كان بيخرج طبعاً معظم الاعمال. انا كنت لسه هسالك بقى على محمد صبحي، طبعا الفنان القدير استاذ محمد صبحي، ويوميات ونيس، ودور زكاروتا بقى. الدور ده كمان من الادوار المعلمه مع الناس جدا يعني. دلوقتي كل ما يبقى كده عايزين مثلا مسلسل بيعلم الجيل الجديد، نقول اتفرج عليه بالظبط. نقول هو ده المسلسل. علمني كده، قول لي كده اتعلمت من ايه من الفنان القدير محمد صبحي؟ لا استاذ صبحي يعني هو مرحله مهمه جدا طبعا في حياتي يعني. احنا علاقتنا بس مش علاقه تلميذ باستاذه يعني، احنا في علاقه خاصه جدا وعلاقه شخصيه جدا، وفي كيمياء كده بينا وبين بعض يعني، الحمد لله. واحنا على طول يعني، على طول حتى دلوقتي من الفتره دي مش بشتغل معاه للاسف كتير، بس على طول حريص انك تشوفه، على اتصال بيه طبعا، وبروح اتفرج على العروض الناجحه بتاعته اللي بيقدمها المسرح بتاعه. فلا هي علاقه خاصه جدا يعني، احنا اكتر من 20 سنه تقريبا مستمر معايا كنت يعني. محتاجين بقى نطلع نشوف برضو دورك في وزكاروتا في يوميات ونيس. يوميات ونيس نروح نشوف مع بعض. ومعنا النهارده واحنا بنحتفل بانتهاء عام وبدايه عام، معنا النهارده الفنان شريف محسن. وشريف بقى كده قول لي، حبك للفن كده خلاك برضو يعني يطلع بقى دراسه الاعلام معاك، وتتجه بعد يعني كل الجمال اللي انت عملته، الادوار الجميله، انك تبقى مخرج في الاذاعه. كلمني بقى عن الحته دي، الشيفت ده اللي حصل، الشيفت ده حصل ازاي؟ وحبيت ايه في الاذاعه؟ لا يمكن هو شغلي في الاذاعه هي وظيفه مرتبطه بمجال تخصصي والدراسه اللي انا درستها يعني. بس انا فعلا يعني بغض النظر عن انها وظيفه، انا فعلا بعشق الراديو يعني. انا بحب قوي الاذاعه. ما اخترتش مثلا التلفزيون وانت يعني خلاص وشك مألوف في
في السينما وفي الفيديو فخلاص وشك مألوف. ما بالك هي كانت وظيفه، هي كانت مرتبطه بظروف معينه، فعشان كده كان هي دي الوظيفه اللي انا اشتغلتها يعني. لكن انا عامه يعني كده ولا كده فعلا بحب الراديو جدا، واشتغلت مسلسلات اذاعيه كتير قوي، سواء هنا في الاذاعه المصريه او في الاذاعات الخاصه يعني. فالراديو ليه عشق طبعا، عشق مختلف يعني. حتى غير التمثيل انا بحب اسمع راديو، بحب اسمع حتى الاغاني في الراديو. صحيح يعني الاغاني القديمه حاجه معاك وانت ماشي على طول في بالظبط، سايقين نسمعها وانت بتعمل اي حاجه سامعها. بالظبط بالظبط. طبعا انا نفسي اقعد معاك كتير، ويعني افتكرت بقى كده يعني سنوات الدراسه. لكن بقى قولي كده، تمنيتك بقى في عام 2024 تمنيتك ايه؟ يعني انا بتمنى طبعا يا رب تبقى سنه جميله، يا رب سنه حلوه علينا كلنا وعلى كل الناس، ولا انا شخصيا وكل حد ليه امنيه بيتمناها يا رب يعرف يحققها، وبلدنا يا رب تفضل كده جميله ان شاء الله، وفي تقدم دايما باذن الله يا رب ان شاء الله يعني. كل سنه وانت طيب، ويا رب سنه 24 كده تحقق فيها كل اللي انت هتتمناه ان شاء الله باذن الله. بشكر النهارده ضيفنا النهارده اللي شرفني، الفنان شريف محسن. شكرا ليك. ميرسي. شكرا. هنروح دلوقتي بقى واحنا بنستقبل سنه جديده كده، نبقى عايزين حد يقول لنا كده توقعات الابراج ايه. كل واحد فينا يقعد كده ويسمع بقى توقعات الابراج على الصعيد العاطفي والاجتماعي والمادي. هيكون معانا بعد قليل الدكتور احمد شاهين خبير الابراج. هنروح لهذه الفقره لكن بعد الفصل.